موقع الفجر الرياضي قال ان ابدا محمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم في الاهلي سعادته بالفوز اللي حققه النادي الاهلي امبارح قصاد الجونه في الاسبوع ال 24 من الدوري الممتاز، وقال ان الفريق اضاف ثلاث نقط مهمه جدا خلال مشوار الفريق في البطوله، وطبعا اشاد باصرار اللعيبه وبقدرتهم على تحويل النتيجه من تاخر بهدف لفوز 2-1 في مشهد مكرر ما بين الفريقين من الدور الاول. وكمان قال محمد يوسف ان تغييرات مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي كانت نقطه فارقه في تنشيط الشق الهجومي للفريق والعوده مره ثانيه للمباراه بعد ما دفع بكريم نادفيد وجيرالدو ومروان محسن. وقال كمان ان المدير الفني طالب اللعيبه ما بين الشوطين بسرعه الاداء مع الشراسه والتواجد بكثافه في الشق الهجومي. شدد المدرب العام على ان النادي الاهلي اتيحت ليه الفرص الكتير وخلال ست دقائق نجح ان هو يعدل النتيجه ويضيف ثلاث نقط في غايه الاهميه خلال مشوار الفريق في بطوله الدوري الممتاز. كمان اكد محمد يوسف ان الدروس المستفاده من مباراه الجونه امبارح، وقال ان الجهاز الفني هيستغل الدروس دي بلا شك في المباريات اللي جايه.